صحفتهم لا احلى هدايا على بريبليتير مزاج وتوجو قالوا صحفتكم بري صحفتكم كيف حسيتكم تشوفوا لي في لي ستوري وفي لي بوست اللي نحط لكم كاع لا نوفيل كوليكسيون تاع بليزيور مارك ومازالوا باذن الله اليوم تاعو جيت تري اوكيبي جو سوي فريمون ديزولي كنت راح ندي لكم لايف لو ويكاند مي والله ما قعدتها الله غالب اليوم باش راني شويه ما زلت عندي خبر بزاف وبقدرها فوالا ما زالوا لي موديل واحد اخر راح نزيدهم البارح شفتو تاع اريام كوليكسيون حطيت لها اي اوجوردي ما زال ثاني دوتر تنو لا ميم مارك راح نحضر ان شاء الله جوي العشرة عندنا صافي جوي 11 نديرها 12 تكون 9 في الجزائر باش تشوفوا لي تونيو وتخيروا للعيد ان شاء الله هذه هي دونك كيما قلت لكم على 12 في الفيد نحط ماشي 12 بون 9 في الجزائر نحط لكم لا دو ان اوتر تونيو ولا دو تونيو اخرين للعيد ان شاء الله باش يكون عندكم هكذا لو شوا باش العيد ان شاء الله تكونوا لابسين حاجه الله الله شابه افيك دي بري بيان سور اللي يكونوا في متناول الجميع البنات لا فامي واحد بالك حب يدير كادو لما رمضان هذا وهي واقفه في الكوزينه بالك يدير كادو لاختو ثاني تعيانه في الكوزينه مرتو اي امراه عندك في البيت دير لها كادو بالك هكذا كونتاكتي ولي باج ديريكتومون ماشي غير البنات ميم الرجال لانه عندي نسبه تاع الرجال يتابعوني دونك يقدر يدير مرتو كادو الله الله جبيبه ولا اون غابي يفرحها بها ما رمضان كامل وهي واقفه في الكوزينه دي فوا ان بوتي جاست الى اخر يدخل الفرحه كيما قلت لكم يدخل الفرحه لمرتو هاد العواشر وهذا العيد دونك فوالا استناوني ان شاء الله عاد تسعه بارطاجي لكم دو توني واحد اخرين من عند اريام كوليكسيون فوالا وغدوة وغير غدوة مازال نزيد لكم حتى لا بيت على العيد وانا نحط لكم لي موديل فوالا هيا بيزو ليكيب وبعد شوية فوالا نرجع لكم وفيما يخص لايف ماد بوليكلينيك راكم تشوفوا الريزولتا وشفتوا النتيجة اللي كانت ظهرت في أول جلسة تصوير اللي كنت حطيتها عندي بزاف تاع لي توني الأولين كامل دونك فوالا شفتوا النتيجة انه جدا رائعة من اول جلسة كانت تنحى لي تقريبا 50% من الدبل تشين تاعي ولا الدقن المزدوج ولا الدوبل مونطو البارح كنتو شفتوني رحت لاكلينيك حطيت لكم على ستوري اني درت الجلسة الثانية انا جد 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 مسرورة بالنتيجة اللي راني فيها في الجلسة الثانية يعني شيء رائع تدويب للدقن المزدوج نتيجته واو انا ننصحكم به العياده راهي دايره عروضات وخصومات لشهر رمضان كل الاختصاصات موجوده في لايف ماد كلينيك دونك هذه هي شفتوا النتيجه تاعي رائعه جدا ثاني جلسه تدويب نهائي للدبل تشين ولا الدقن المزدوج انا ننصحكم بها لانه انا ملامح وجهي تغيرت انا كنت عقدتي ما نكذبش عليكم كان عندي مشكله هنايا معنا باليش نخسر وزن كبير هذه الفتره خسرت وزن كبير جدا ولكن قعد هو لانه معنا باليش هذيك الشحمه اللي كانت هنا يابسه عييت كيفاش ندير لها ولكن التقنيه هذه اللي هي سريعه جدا فيها ثلاث جلسات انا عملت اثنين قالت لي وحده من الجلسه الاولى كانت النتيجه جدا رائعه الثانيه اروع انا ننصحكم بها قلت لكم انه الكلينيك عامله تخفيضات على عده عروض موجوده وخدمات موجوده في الكلينيك اذا تقربوا كاين ابره الملكه ابره التفتيح العديد من الاشياء كل السيرفيس موجوده هاو البوست كما قلت لكم هاو الانستغرام تاعهم ودخلوا لهم ناس المقيمين بالامارات انا ننصحكم بها ما فيها لا وجع لا ولا شيء تخدير موضعي ابره خفيفة يا ربي تاخذ خمس دقائق ولكن نتيجة يعني مشكلة الدقن المزدوج خلاص باي باي أنا نسيتها يعني حتى ملامح وجهي كما كنت قلت لكم تغيرت الفيديو النهائي قبل يعني من البداية الآن بعد ما نكمل الجلسة الثالثة راح ننشره على البروفايل تاعي ولكن كل مرة راني نعاود نذكركم ونقول لكم
انا جد مسروره بالنتيجه هذه. يعني كما نقولوا احنا 2 على 3 من المراحل مريت فيهم وانا جد مسروره. اذا هذه هي والعروض ما تفوتوهاش اللي راهم دايرينها لشهر رمضان على كل السيرفيس اللي موجودين في الكلينيك. تواصلوا معهم على صفحه الانستغرام ولا الارقام موجوده في البروفايل.